يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم اكلاتنا على البحر على السي. اليوم طبختنا في قاعته تونه وخثوق. طبعا ممكن تضيفون الربيان القباقب بالبلوح ماله كله ممكن. عندي خثاق فحته بدايه. طبعا الفوح مال الخثاق نفوحه في ماي ونقصر على النار ونحط له بس مجرد كركم. اغلب الناس لما تفوح الخثاق تحط له اشياء وايد، هو ما يحتاج بس كركم ونخليه يفوح لمده حوالي نص ساعه على نار هاديه وراح ينضج. طبعا قصصت صغار قطع صغار وخذيت 3 علب تونه. يفضل ان التونه ما تكون مهروسه، تكون قطع اهبر فيه. عندي نص كيلو طماط قطعته صغار، 3 فصوص ثوم، نص كيلو بصل قصصته سلايس، وعندي فلفل وليمون اسود، وعندي بعد الو قطعته صغار، وجزر حبات صغار، عندي حشيش، وعندي تمر هندي، ومعجون طماط علبه واحده، واستخدمت في العيش حوالي 1.5 كيلو. راح ابتدي معاكم وتابعوني على اساس تعرفون على هاي الطابخه. هو في قاعته بس تونه. في البدايه راح نحمر البصل ونبتدي نحط الخثاق. حطيت شوي زيت، راح نقلي البصل نحمسه. هنا خاطرة إيجابية، الثوم. راح أقول لكم شغلة واحدة، إذا تحطون خثاق على الدهن تأكدوا أنه راح يصير نفس النفيش، فنحاول نحركه باستمرار عشان ما ينطر عليكم. هاي معي خثاق. طبعا انا استخدمت الخثاق القطعه كامله، قصصته حتى الراس. ما يصعب عليكم في التنظيف ماله، طريقته بسيطه. الراس اذا ما تقدرون تقشرون الجلد اللي فوقه ممكن تفوحونه، وبعد الفوحه تنظفونه بيكون اسرع لكم. علشان نركز في البهارات وما يكون عندنا الطبخه دي زافره، لان تونه وخثاق او ربيان او قباقب فممكن يكون في زفره. نركز في البهارات واستخدموا التمر الهندي اللي قلت لكم عنه، راح يضيع الزفره على طول. راح ارويكم ان الخثاق يفقع بهاي الطريقه اول ما يحتار ويا الدهن. اسمع صوت يبتدي يفاقع اللوحه. تحطون بالكم تبتعدون عن الجدر شوي. راح نحط لومي. طريقتي ممكن تكون على طريقة لما اسوي خثاق ناشف، قلت لكم حركوا شوي عشان ما يفقع عليكم بهاي الطريقة، وعلى اساس تركدون اكثر راح نخلط المكونات مع الالو والطماط. لاحظوا ان انا التونة ما حطيتها الحين لان ما بيها تنهرس. لا ترسون عدل، تلقون ان نفس الطريقة لو بنسوي ناشف، ناشف خثاق، ناشف ربيان، نفس المكونات هذه مع المرقة. حط الجزر. نبتدي نحرك المكونات كلها مع بعض. طبعا أكلة التونة مشهورون فيها هل السلطنة هل عمان، يحبون سمك التونة اللي هي نسميها الجباب.
الاولين يسمونها جبار، الحين يسمونها سمك التونه، وهي اصل الاسم جبار او ام الدم، لان السمكه ذي لو ما تقصها اللحمه ولاتها كلها حمراء، يسمونها ام الدم بعض الناس، وبعض الناس يسمونها جبار. وحلوه في الاكل اللي يعرف طريقه الطباخ مالها. نزل فلفل حلو الطباخ شو اسمه السمك او الاشياء البحريه انها تكون شوي سبايسي حاره. طبعا ما نزل عليهم البهارات الحين، بودره ليمون اسود، راح احط شوي دقوس حوالي قفشه كركم، قفشه ونص كركم، جلجلان وسنوت راح ارش رشه، وبزار مخلوط راح ارزع ما زال يفقع، حاول حركه ونزل عليه معجون الطماط. هنا الاوليين كانوا اللي يطبخون هاي الطبخات، يجيبون لخمه لحمها او الناعوض ولد الولد ويسوون منها هذه الطبخه. رشة ملح رش الاسبار، حاول خلطة قبل نازلة ما نقطع الكمية كلها، نص الكمية استخدامته. نقصر على النار شوي، رش رشة حشيش ونزل عليها ماء عشان تختلط المكونات كلها مع بعض. راح نخليه لين تبتدي المكونات مع بعض تستوي، اللي هو الآلو عندنا والجزر اللي هو أكسى شيء. ما بحط التونة، بحطها قبل لا أحط العيش إن شاء الله. طبعا بنروح حق العيش وبنفوح لنا ونبرز العيش. ننتظر لين يفوح العيش وعندنا هني طبخاتنا. نتأكد بس نزيدها شوية حشيش، راح نخليها فترة يمتزجون المكونات كلهم مع بعض وفطم ما يفوح العيش إن شاء الله ما بياخذ له وقت. وبعدين راح نشحل العيش ونحطه فوق المرقة ما تتونة مع الخثاق. فاصل وارجع لكم بعد شوي. رجعنا لكم من جديد بعد ما برز عندنا الشيلاني، وراح نشيك الخثاق ما شاء الله. قبل أن نحط العيش نتأكد من الحبات القاسية اللي هي الجزر وعندنا الآلو
طبعا نص استواء، واعتقد انهم لما ننزل عندهم الرسي العيش راح يكون مستويين كامل. طبعا قبل أن ننزل العيش لا ننسي التونه وهي طبختنا الاساسيه. قلنا ان بنستخدم التونه اللي هي تي اهبار بهالطريقه، ما نكسرها وايد، قطع ننثرها بهاي الطريقه. نوزعها لان ما نبي نحركها. نحاول ان ما ننزل الزيت مالها. رش حشيش شوي. وبعدين ننزل العيش ونخليه يترسى. قلنا ان العيش صار جاهز. انا نشفته من الماي. والحين بخليه على طول فوقها. هاي الطريقة. وزع. نحاول الأجناب نرفعها بهاي الطريقة عشان يتنسم الجدر. دائما في أي جدر في أي طبخة عندكم حاولوا تنسمون عليها من الأجناب على أساس أنها تستوي الطابخة ويكون العيش لين. راح أغطي الجدر وأقصر على النار، أو ممكن أحط رساية وأخليه يترسى لمدة 20 دقيقة. راح أشوفكم على التقديم. رجعنا لكم بعد الفاصل، بعد ما طبخنا لكم التونه مع الخثال. طبعا طبختنا صارت جاهزه. حبيت اذكركم ان حطينا التونه في اخر قبل لا نحط العيش، حطينا التونه عشان ما تمزج مع بعضها وتنتف، فحبينا تكون اهبر. راح نشوف معاكم مع التقديم. ننشب. بسم الله. اولا نخلي العيش الابيض تحت، وبعدين نحط الخلطة مال التونة فوقه على طول. ناخذ قطع اللون ونقلبها بهاي الطريقة. نفس الطريقة. نبرز اللون فوق. شوف التون شلون صارت قطع كبار. لا تنسون تبرزون مع هالطابخة ذي رويد وبقل وجرجير وليمون وبصل، لأنها تحتاج هاي الطابخة. وصلنا وياكم إلى نهاية حلقاتنا من برنامج المطبخ، قدمنا لكم فقاعة تونة وخثاق. نشوفكم في الحلقة الجاية، نقول لكم مع السلامة.